مشاهدي ومتابعي قناة تيسير، سلام الله عليكم ومرحبا بكم. كما كتشاهدوا احنا في هذه الارض قطار ونصف قريبة لمكناس، 11 كيلومتر على مكناس. الناس كيقلبوا على القرب ديال مكناس، فقطار ونص ما شاء الله. هي هادي ولي قلت كرجع من مورانا ما ترجع لهادي ربع ديال عندها واحد هادي. يا التربة زوينة تبارك الله فيها، التربة تيرس ولا رملية كما كتشاهدوا متابعينا الكرام. 11 كيلومتر على المكناس، الناس كتقلب على القرب ديال المكناس. 11 كيلومتر على المكناس قطار ونص، المنطقة ديال تعيش في الهواء النقي والكالم والهدوء ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. هي هذه راه باين الحد ديالها، باينة غادي بهاد الحد ديال الزيتون على القدرون. 11 كيلومتر على المكناس، عرض متميز جدا على قناة تيسير. فالثمن ديالها 110 مليون سنتيم، فعرض متميز العشاق ديال الطبيعه الهدوء الكالم. ما شاء الله واحد الهواء نقي هنا كما كتشاهدوا، الزيتون الخضوره ما شاء الله على القدر مباشره. فبقاو معنا في هذا العرض المتميز جدا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، باش نحاولوا نقربوكم من التربه ديال هذه الارض. ها القدرون، ها القدرون، 11 كيلومتر على مكناس، الناس كيقلبوا ارض قريبه، يدير الدار ديالو، الفيلا ديالو، البيسين، يدير الدجاج البلدي، يدير الطبيعه والهواء النقي. 11 كيلومتر على المكناس يعني ما كاملاش قسام اقل من 10 دقائق. متابعينا الكرام كما كتشاهدوا ما شاء الله، حنا تقاسموا معاكم هذا الخير وهذا الخير ما شاء الله. مشاهدينا وتابعينا كما كتشاهدوا هي هذه، اللهم زيد وبارك، ما عسانا الا ان نقول اللهم زيد وبارك. كاين الجيران، كاين الضو، البوطويات ديال الضو كاينين، هما كاينين. عرض متميز قطار ونصف 110 مليون سنتيم كاملة. فمتابعينا الكرام ومشاهدينا الكرام على قناة تيسير، هذا العرض المتميز. التربة ما شاء الله، احنا أمامنا التربة ما شاء الله كما كتشوف، التربة ديال الفلاحية المتميزة، والناس ديال الفلاحة راه عارفين هذا الشيء ما شاء الله. ضرب هذا الزيتون، واحد الهواء نقي ما شاء الله. إيه هذه الجلسة لا تقدر بأي ثمن متابعينا ومشاهدينا الكرام. فدائما دائما الجديد على قناتكم تيسير دائما كما شاء الله، اللهم زد وبارك. خضورة ما شاء الله، ها القدرون هنا دايز، ها الزيتون، يعني ما شاء الله تجي واحد السكينه هنا مبرعه في هذه الارض المتميزه جدا. مشاهدينا ومتابعينا الكرام على قناتكم التيسير قطار ونصف، عشاق الطبيعه، عشاق الكالم. 11 كيلومتر على مدينه مكناس، قريبه بزاف المكناس كما كتشاهدوا، كاين واحد جنان البطاطا ما شاء الله، المنطقه ديال الماء ما شاء الله، هنا الناس كلهم عندهم الابار ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عرض متميز جدا على قناتكم التيسير، الناس كيشاهدونا داخل ارض الوطن مرحبا بكم، وكذلك مغاربه العالم في كل دول العالم مرحبا بكم. عرض متميز جدا على قناه التيسير، فما شاء الله اللهم زيد وبارك. وحنا تحت هذا الشجر ديال الزيتون كما كتشاهدوا، الزيتون ما شاء الله اللهم زيد وبارك. مشاهدينا الكرام الزيتون ما شاء الله كما كتشاهدوا، فما شاء الله هذه الشجره المباركه كما كتشاهدوا متابعينا الكرام، يعني ما شاء الله. شوف هنا تبارك الله، شوف الزيتون ما شاء الله كيوالد تبارك الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك. ما عسنا الا ان نقول اللهم زيد وبارك. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، عرض متميز جدا على بعد 11 كيلومتر من مكناس، فاللي بغى يزورها مباشره يتواصل معنا على قناه التيسير. دائما العروض جديده وعروض متميزه والثمن مناسب، فقطار ونص 110 مليون سنتيم، يعني اذا شفنا 110 مليون راه ما تجيب لكش دار سكنيه في واحد الحي مزيان في المدينه. 110 مليون تشري بها هذا الخير ما شاء الله، وتشري بها الصحه ديالك والطبيعه، واحد الهواء ما شاء الله. والله ما كنت نتقاسم معكم واحد الهواء متابعينا ومشاهدينا الكرام، هواء نقي 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 جدا جدا جدا، الكالم الهدوء. نخليكم تسمعوا هذا الهدوء ديال الطبيعه اللي هو ما شاء الله، وهذا النسيم ديال واحد الهواء يعني نقي، ماشي 100% مليار في المية ما شاء الله. نخليكم يعني تستمتعوا بهذه الاجواء بلا ما نديروا اي تعليق، لان هذا الشيء ما يحتاج لاي تعليق.
إذا متابعي ومشاهدي قناة سير أمام هذا الخير ما شاء الله، اللهم زد وبارك. فاللي بغى يزورها يتواصل معنا كتارونس، بعيد على مكناس 11 كيلومتر فقط، عشاق الطبيعة والكالم، 110 المليون سنتيم كاملة. إذا اللي بغى هذا العرض يتواصل معنا على الرقم 0676984488. ومرحبا به، إلى عرض جديد بحول الله. أقول لكم السلام عليكم ودمتم في رعاية الرحمن.